النادي الاهلي كابتن عمرو السوليه، الف مبروك بطوله 43، ده الدوري الكام ليك كمان مع النادي الاهلي؟ الخامس تقريبا، خامس. الف مبروك، والبطوله الخامسه السنه دي 5 من 5، اعتقد موسم تاريخي. تقولي عن الموسم دوت وعن ال5 بطولات اللي قدرت تحققها انت وزمالك. الحمد لله طبعا، يعني بشكر اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، وبنشكر الجمهور اللي كان متواجد من اول الموسم في الاوقات الصعبه قبل الاوقات الكويسه. الحمد لله، يعني ربنا وقف جنبنا وادانا على قد تعبنا، والحمد لله ربنا كرمنا بالبطولات اللي خدناها السنه دي. الفرحه في وسط جمهور النادي الاهلي اعتقد مختلف، يعني معظم البطولات اللي خدناها السنه دي كانت خارج مصر، النهارده وفي وسط جمهور النادي الاهلي، تقول عن الاحتفال النهارده مع الجمهور؟ لا طبعا، يعني الجمهور هو رقم واحد بالنسبه لنا، هو على طول واقف في ظهرنا. بنشكرهم على تعبهم معانا وعلى وقوفهم جنبنا طول السنين اللي فاتت دي، واحنا من غيرهم ولا حاجه، ووجودهم طبعا بيبقى فرق كبير لينا في الملعب. اللي جاي بقى الجمهور، انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات. لا على طول هيفكروا في اللي جاي على طول، واحنا كمان ان شاء الله نحتفل ونفكر في البطولات اللي جايه. شكرا ان شاء الله. ده كان لقاءنا مع كابتن عمرو السوليه، نجم فريق النادي الاهلي، ومكملين ورصد الفرحه والدوري ال 43.